اجري وجري 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 واخوتي العزاز، جري وتسمعوا داكشي اللي عمركم ما سمعتوه وداكشي اللي عمركم ما شفتوه. اجي تسمعوا شنو واقع واجي تسمعوا شنو طاري. قالك الفقير اللي تسنى وباركته دخل الجامع وصلى ببلغته. داكشي اللي عمركم ما سمعتوه في شي زمان ولا شي مكان، غتسمعوه في زمان بوكريشه والاسره ديالو المشوهه وفي عائله سعاد. واشنو واقع؟ قالك الفقير اللي تسنى وباركته دخل وصلى ببلغته. اجي تسمعوا شنو واقع اخر اخبار. هاي 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 هادو هما الوالدين اللي كنا نرجو منهم الخير وكنا نحترموكم وكنا كنقدروكم. انتم طلع منكم هادشي عبلاتي الترشيم في هاد الفيديو والفرشه. السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه لانتم ولا الناس زاد عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطيوني اللايكات ديالكم وضربوا لي التعاليق والبارطاج. الله يرحمكم والدين وخلوا لي الاراء ديالكم. ها واحد كويس ديالاتي في خاطر المهمات ديالي والمتابعين اللي متبعني وفي خاطر الناس تونس واحلى تونس. تحيه الناس تونس صراحه الله يعمرها دار ناس الجوده والكرم. المهم اخوتي ايو تسمعوا شنو واقع. قالك الفقيه اللي نتسناو باركته دخل وصل اخوتي ببلغته. ايو تسمعوا هذا المنكر، ايو تسمعوا هذه الفضيحه وهذه الشوهه. ادوا بو محمد، ادوا الشيفور، تحيه للشيافريه في مكانه. ورا عبروا عليك ملي كانوا يقولك الشيفون، عرفوا علاش قالوا لكم الشيفون. وانا مكبر بك ها با محمد، ها ميمي لودا، ها با محمد ونشاري ولا لي بكم. ها قالك قال البنت والسيد سمعوا شنو قال سعاد. الا كملتي يا سعاد بنتي في الشكايات انا غادي انتحر. اي هي 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 كلام كبير هذا با محمد، انا بقيت السهل. ها هذه ما قالوش حتى الصغار، بغاو يديروا الكبار. ها هذا هو النهي اللي غتنهي بنتك وتنهي بناتك وتقول بنتك سيري شري بتهاد الحق وسيري قولي وسيري قولي. وصلوا لك المقاطيع، وصلوا لك شنو بغاو. ناض با محمد قال لك وصل الانتحار، هكا حنيني هكا وليدي رجعنا الانتحار، حنا كاع نقزنا كلشي. السيد لا باغي ينتحر. ها هذه هي المسانده اللي مساند كلمه الحق، وزعما مشيتي ودرتي العمره وتعلقتي في شباك النبيه حسره، خاصك تعرف بينك وبين الله. ها وشوف القنوات الاخرين. والبارح كانوا يقولوا الشيفون ميلو الشفار الشيفون، وحنا كنطلعوا با محمد ومي ميلودا، با محمد ومي ميلودا، با محمد ومي ميلودا. ساعه بغاتي تجيفونا راه كيما شتفوا عليكم هما قادرين حتى حنا نشتفوا. الروبالة سلفيني داك القاموس اللغوي اللي كتسبي بيه، اللي كنتي كتسبي بيه الشيفورو. با محمد سلفيني داك الدماغ ديالك واحد السيمانه، خليني نشرشمهم، اعطيني دماغك الروبالة. واش ماشي حشومه وعيب اخوتي ان السيد اب زعما اللي غيبغي مصلحه بنته نوض نقول لبنته على قبل من؟ على قبل سويميره، على قبل سميره البيضه المنقيه، على قبل سميره. حقا باش مشي سميره تشهد، ولا حقا سميره باغا تبدل الشهاده ديالها حقا صحال الضامير ولا ما عرفت فين كان الضامير ديالها. بو محمد غنضغطو على السعاد باش غنضغطو عليها، عينا ما نضغطو على السعاد بالمشاكل، وعينا ما نديرو لها في المؤامرات، وعينا ما نضغطو على بناتها والصلح والتنازلات. دابا اش غنديرو ليها؟ ندوزو لها النقطة الضعف ديالها اللي هي والديها، غندوزو لها جهة والديها وغنحرضو على الوالدين وغيسخطو عليها. السخط ديالك راه مقبولش، أنا نقول لكم منين كاين، غنحرضو عليها. ولكن كلام كبير أن أو أنا ما غنقولش السعاد ما ديريش بريهم ولا ديري والديك، أنا هاداك شغل هادوك بيناتهم. ولكن لا خرجتو على السعاد ولا طرات لشي حاجة للسعاد يا با محمد، غنديرو لك القطران والشواية هوك 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 واخا حتى شرفتي ونقفكم يتشوى. إلا مشات طرات شي حاجة للسعاد ما فكرتيش بنتك دير شي حاجة في راسها، ما فكرتيش، فكرتي عا في راسك، تصرفتي بأنانية، فكرتي في سميرة اللي ما كتعانيهم والو، فكرتيش في سعاد مسكينة المعاناة اللي كتعاني فلوسها. فين كنتي يا با محمد؟ نشرب لك واحد الدكة بعدا رانيش الكحت. فين كنتي يا با محمد؟ فين كنتي؟ فين كنتي ملي يلاه بدا الموضوع؟ فين كنتي ملي بنات سعاد كانوا كيشرشموا اليوم وكريشه وبنتك كتشرشم؟ فين كنتي؟ غنقول واحد الحجرة غنشير عليه. فين كنتي ملي سعاد طرطق لي عارق؟ مالك مشيتي يا با محمد؟ اه كنتي غابر، غابر ديك الساعة، ما بقيتي مع بنتك ديك الساعة وكنتي محس حوت الشي. ملي خرج الموضوع يلا خرج، يلا خرج، حبسوا هادشي صافي، الصلح تنازل يا بنتي ما تكمليش. ماشي السعاد خسرت ما عرفت شحال كدا 40 مليون ولا ما عرفت شحال، عاد حقا نازله بنتي ولا نسخط عليك.
ورجع لها فلوس المصاريف اللي خسرت، رجع لها هذيك 43 مليون اللي خسرت، ورجع لها صحتها، ورجع لها بداتها. وعاد ديك الساعه نشوف واش التنازل كاين ولا ما كاينش. ماشي السيده خسرت الدم جوفه حتى وصلت للفينال بقى 60000 وبقى عاد 60000 هو اللي بقى جلسه واحده ولا جوج. عاد السيد قال لك لا تنازلي، ايوا عوضوها، عوضوا سعات المصاريف اللي خسرت. نعرفك حقاني وعارف بينك وبين الله يا با محمد، رجعوا لك سعات فلوسها وعوضوها داكشي اللي خسرت. ايوا ديك الساعه نشوف واش كاين التنازل ولا ما كاينش. وبرقوا قدام الراي العام اللي كيتسنى هادشي، والمتبعين اللي خسروا وقتهم عوضهم حتى هما، عوض هاد القنوات اللي هضروا عامين وحنا كنبلبلوا كنتسبوا كنطعنوا في الشرف ديالنا. ما كان با محمد ما خرجش ديك الساعه، دابا عاد بان لك سعاد تسخط عليها، ودابا عاد غاتم امتحان نديرو نفعلها ادوي. ما عوضوها، عطوها فلوسها، عوضوا الاتعاب ديال الاستاذه، وعوضوا كل شيء داكشي، وعطوها دم وجهها. وعاد ديك الساعه نشوف واش كاين التنازل. ماشي خسري فلوس صحيح، انت خسري دم صحتك وعامين ووقتك وتشوهتي قدام العادي والبادي، عاد بنيتي ديري التنازل. الله اكبر، اللهم قوي ايمانك يا با محمد. اي هي 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 والله الا شكرت. انا شوف انا كنت غلط الصراحه، والله الا كنت كنقول انك حقاني وشحال مره دافعت عليك، وكنقول لي مرات مزيان وخليو عليكم في افتقار ميلودا ونعم الام الصالحه اللي ولدت لنا بحال هاد المشوهين ونعم الام الله يعمرها دار. ولكن لا، انا حنا نتوما مفرطين في التربيه ديالكم لولادكم بزاف، ماشي شويه، حنا كندربوا واحد شويه. الاخ اللي كيخرج يضرب في الاخت ديالو وما كتدخلوش، كنشوفو كيشرشم الاخ اللي باقي كيضرب ختو هي مزوجه. ديك مره كان ضرب سمير، ضرب سعاد مسكينه، زرق لي عينه وضرب الفم خوها. ها ماك متدخلتي ديك الساعه، راكم مفرطين في التربيه ديالكم مزيان. ماشي تلقاو سعاد الحيط القصير، سعاد خدمتو عليها، سعاد كانت هزاكم نتوما، حطتو عليك البنت واستغليتوها. خا هي راه بنتكم، ما خاصنيش نقول هاد الهضره، ولكن كونوا حقانيين واحد شويه، نعوضوا ديك البنت واحد شويه. ماشي غير نتوما والديه صافي ديروا اللي بغيتو، ركبوا على هاد البنت لا نحقروها لا، خاصك ديري الاوامر ديالنا، وخا داكشي غيجيبها في صحتك وتمشي انت للحبس السعاد ماشي مشكل. المهم سميره ما تمشيش للحبس، المهم حنا ما تجيبش العار. علاش ما حبستوش سميره ملي كانت غتطلق من يونس وكانت كتخرج فيديوهات وخرج اكثر من الهلاله؟ علاش ابو محمد ما قلتش لها تنازل يا سميره للزوج ديالك؟ معاش سعاد غتنازل وانتم عارفين شنو واقع، وعارفين ان سعاد عندها ملف كبير قضيه ديال زين المحارم، وكتقول لك انا متاكده انها كاينه. علاش ما تخليوش الام تثبت ديك القضيه اللي كتقول؟ نمشيو مع الابعد حد ونساعدوا بنتنا تثبت الحق ديالها، هي كتقول كاينه ونمشيو معاها بعيد. علاش ما حبستوش سميره؟ سميره ملي كانت غا كتطلق من الزوج ديالها وانا قهروني وانا هادي، وكانت كتصور معاهم فيديوهات، علاش ما حبستوهاش؟ قلتي لا بنتي ما تطلقيش وحبسوا هاد الشيء والسخط غنتحر اللي طلقتي، ما قلتيش ليها لا ديك سميره. ولكن سعاد لا، سعاد حد دريويشه وهبيله حد نيه، لا سميره سعاد غنطحنوها، سعاد غنضغطوا عليها من والديها مسكينه. حسبي الله ونعم الوكيل اللي كيجري في هذا الشيء. تحياتي لكم، المهمات ديالي هذا هو لا فيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله. الله يكبر بكم اخوتي العزاز.